التزمت لجنة تسعير الوقود برفع سعر البنزين بنسبة 10%، ولكنها رفعت سعر الوقود الثقيل أو السولار بنسبة 15%، وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة نقل الأفراد والبضائع. هنا في صفت اللبن في محافظة الجيزة نرصد ردود الفعل. بعض المواطنين في هذه المنطقة المكتظة بالسكان تلقى الخبر بنوع من الصدمة لناحية تأثيره المباشر على المواصلات التي يعتمدون عليها بصورة يومية. كشعب على قده كتير عليا ان انا اروح للجيزة ب4:30 وارجع من الجيزة ب4:30 وانا لسه بركب مواصلتين تاني عشان اروح شغل. مصطفى مشرف الموقف أصبح عليه دور رقابي مهم في تطبيق تعريفة الركوب حتى لا تحدث مشاحنات بين الركاب والسائقين، بينما تبدأ المحافظات تباعا في تغيير أسعار نقل الركاب. بس الكلام ده احنا بنقدرش ناخد فيه خطوة إلا ما يجي لنا أمر بمنشور من المحافظة، يعني يرفعوا الأجرة بنرفع الأجرة بقى تسعيرة محددة. جالك المنشور؟ لا لسه ما جاش، هو ممكن يجي على الظهر بعد الظهر، ممكن يجي بكرة قبل ما يشوف حاجة الشارع، بس بيجوا برضو ينبهوا علينا محدش يرفع بمزاجه. مراجعة أسعار الوقود تتم كل 3 أشهر، وطبقا لتصريحات رسمية فقد وصلت تكلفة دعم السولار وحده إلى 450 مليون جنيه يوميا. أما البنزين فتلك قصة أخرى، وكثير من وسائل النقل الرخيصة في المناطق الشعبية تعتمد عليه مثل هذا التوك توك. والله يا ريس احنا مش عارفين والله حوار البنزين ده بصراحة بقى كتير قوي، بس فمش عارفين احنا مش عارفين نشتغل اصلا وهو رخيص. طب انت كده هتضطر تزود الاجرة ولا هتعمل ايه؟ والله يعني الناس اصلا ما بترضاش تدفع اساسا، يعني بيقعدوا يفصلوا بيقعدوا يتعبونا. تركنا شوارع الجيزة المزدحمة وجئنا إلى مناطقها الريفية في ضيافة عم يوسف لنتعرف منه على تأثير رفع أسعار الوقود على المزارع. فالمزارعون يستخدمون وقود السولار في ماكينات الري ومعدات حرث الأرض إضافة إلى نقل المحاصيل. أصبحت النهاردة أسمع أنها تزيد 1.5 جنيه لتر، يعني أصبحت الصفيحة زي 30 جنيه. 30 جنيه طب هلاحق عليه منين؟ هجيب جاز للمكنة ولا زيت ولا شحن؟ ولا لا اللي اجيب جرار يحرد بياخد بكام؟ مسؤولون حكوميون ارجعوا اسباب قرار رفع السعر الى اسعار النفط عالميا، اضافه الى ظروف دوليه واقليميه اثرت على تكلفه الانتاج والنقل. تامر نصرت، العربيه، محافظه الجيزه.